إخوان الأخوات، سلام الله عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برشلونة من جديد. خوتي كما كتعرفوا على إثر الضجة الأخيرة ديال لأن كاين واحد الوثيقة اللي كتقول كاين استدعاء ديال إبراهيم غالي. بزاف الناس يعني كيكذبوا هذا الخبر، كاين تشكيك، كاين تضارب في الأنباء، ولهذا كما كتشوفوا استضفنا الأستاذ محامي اللي دائما حاضر معنا وكنشكروه. استاذ هلال، مرحبا. مرحبا أستاذ، شكرا شكرا على الاستضافة، أهلا وسهلا. نعم، كما سمعت يا استاذ، يعني في هذا اي كنظن وقيلا النهار ديال البارح خرج هذا الخبر ديال استدعاء ابراهيم غالي، وكنا معاه ناس اخرين نهار 5 ماي نهار الاربع، وكنا ناس اخرين سيتادو سيلديا سيدي. أستاذ، واش عندكم كونفيرماسيون ديال هذا الخبر؟ يعني ما صحة الخبر؟ واش كاين شي تأكيد ولا لا أستاذ؟ لأن شنا كاين صحف اللي كتكذب وكاين صحف اللي كتأكد، وآخر صحيفة واللي هي صحيفة مشهورة وغنية عن التعريف هي صحيفة للرسول اللي كتأكد هذا الخبر هذا. أنا شخصيا نمشي مع ما أكدته للراثون، لأن الكاتب والمقال هذا إنسان معروف بالنزاهة ديالو هذا، وما يمكنلوش أبدا يحط شي مقال بدون ما يكون عنده المصدر موثوق. وعلى هذه المسألة هذه أنا نقدر إلى نوع ما نتجرأ نقول أن الخبر مؤكد. وزيادة على ذلك ما تنساوش اليوم، لان ما قدرتش نعم، تكون عندي الوثيقه، هادشي اللي لان بغيت اليوم دقيقة، هادشي اللي بغيت نوضح. أنا تواصلت معكم لأن أنتم تقدروا تتواصلوا مباشرة مع المحكمة ويعطيكم كونفيرماسيون، بما أنه اليوم النهار ديال الفيستيفو يعني ما تمكنتوش، وغدا إن شاء الله غادي نتأكدوا ياك أستاذ. غادي نتاكدوا ان شاء الله، كون على يقين غدا وهاد الايام هذه ان شاء الله غادي نتقنون بالتاكيد، غادي يكون نعم، عندنا المعلومه كامله. ولكن انا كنقول لك الانسان ولا ولكن السيد المصدر اللي عندكم أستاذ مصدر موثوق، يعني مصدر موثوق به. وانا كنقول لك اليوم هو يوم عطله بمدريد، نعم اللي صعب الحال على اساس انه يكون واحد تجاوب مع المحكمه او المحكمه تجاوب مع اللي كيتوجه ليها. اذا من اللي غادي نقوله ان هذه المساله هذه كاين حاجه واحده اخرى كاين، وهو ان السيد هو موجود في العنايه المركزه يعني في لاوسي. الشيء اللي غادي اللي كيعطي الملامح كثير على اساس ان هاد الجلاد ما غاديش يحضر الاستنطاق، اش كيعني ان المحكمه غادي تاخذ القرار ديالها اللي ما غاديش. هنايا غادي تبقى مساله ديال المحامي ديالو، وكما كتعرفوا ان اي مجرم له الحق في محامي نعم ديال الدوله او لا بارتيكولي او لا بارتيكولار. نعم اذا هنا المحامي ديالو على يقين انه سيدلي بالوثائق ديال الطبيب وغادي يطلب التاجيل ديال الجلسه ديال الاستنطاق. هذه واضحه بغض النظر على يعني كاين الاخرين. احتماليات انه ما يحضرش، و100% ما غاديش يحضر بحكم السيتواسيون ديالو في ستايل لاوسي ياك أستاذ. هذه مساله عاديه في جميع الاستنطاقات والجلسات الى غير ذلك، حينما يكون مبرر طبقا للماده 103. أستاذ ديالنا ما ربما دخلت له شي مكالمة على ما أظن، وكيوقع القضية كتوقع بزاف للأسف. أنا اللي كنعمل يعني كان ديسكونيكتي الموبيل. الو اسمح لي يا استاذ، دخلت مكالمه. عارف أستاذ، ماشي مشكل، عارف كنت كنقول هذه القضية هذه. كتدخل المكالمات حقيقه نعم كتحيدنا الصوت، كتحيدنا كل شيء، ما كنبقاش ماشي تنسمع مشكل، حتى هذا. غير باش نقول ان هذه نعم المساله هذه كما قلت لكم ما كتطبقش على الاطراف الاخرين اللي هما متابعين 24 اخرين، اللي هادو انا على يقين انهم مجبرين باش يكون المثول ديالهم امام المحكمه. او رابيان بعدم الحضور ديالهم شنو يوقع؟ عدم الحضور ديالهم وما كاينش هناك مبرر. هذا السؤال استاذ. نعم، يعني وحالة الى عدم الحضور ديالو هذا السيد هذا المحكمه يعني ديال مدريد، شنو هو اللي غادي تعمل؟ شنو المعمول به؟ يعني مما ما كيحضرش المجرم او اللي صيفطوا له لا سيتاسيون. نعم
كما قلت لك، حين الا كاين شي ظروف ولا شي موانع اللي كتثبت على اساس ان السيد ما يقدرش يحضر، المحكمه ما عليها الا تاجل الدعوه، تاجل نعم الساعه ولا النهار، دير نعم واحد النهار واحد اخر. بالنسبه للناس الاخرين في حالتي اللي ما حضروش وما كانش عندهم شي مبرر ديال عدم الحضور ديالهم، على يقين ان المحكمه ساخذ قرارها وربما تعطي الامر بايقافهم اينما وجدوا وتقديمهم للعداله. دونك وفي حاله الى تقدموا العداله، في حالة الى ما جاوا تقدر المحكمه تقرر السجن ديالهم المؤقت. علاش؟ لانهم الى ما جاوش بخاطر من نهار سبعه، عباره سبعه وخمسه، كاين شي وحدين خصهم يجيو نهار خمسه وشي واحد خصهم يجيو نهار سبعه. عندك الاسماء ديالهم استاذ، عندك الاسماء ديالهم اللي خصهم يمثلوها ما مباشره؟ نقدرش نقولها لكم، ولكن هما نيت لي منشورين نعم في الجريده نعم ديال في الجريده ديال الرصاد. نعم 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 عندي انا عندي انا بالنسبه للغالي، انا قلت لك الظروف الطبيه، الظروف الصحيه ديالو هي اللي غتجعلو تكون كمبرر على اساس انه ما يتقدمش المحكمه نهار خمسه، على حسب المعلومات كما قلت لكم انه تحت العنايه المركزه، وبطبيعه الحال انسان تحت العنايه المركزه مستحيل يكون المثل ديالو امام المحكمه. او رابيان، النهار اللي غادي يدا شنو غادي يوقع المحكمه مثلا في حالة لا هاد السيد هذا شفاه الله ومشى وتقدم للمحكمه، انا على يقين المصير ديالو، لان هذا الاستنطاق غادي تنتهي بالسجن الاحتياطي، نعم لان ليس هناك بديل حسب نعم مفهوم المتواضع. اولا بانه طبقا للماده 530 غادي يطبق عليه قضيه انه محاوله تكون قضيه الهروب من العداله، وهذا الهروب من العداله ثبتها هي في حقه مثبوته، لان 2016 تم الاستدعاء ديالو للمثول امام المحكمه يوم 2016 يوم 19 نوفمبر 2016 على الساعه 11:30 كان عنده الساعه فين يتم الاستنطاق ديالو، وهذا السيد عين سماع غير نسمع بانه القضاء الاسباني يطالبوه الغى اللقاء ديالو باش يحضر واحد المؤتمر نواحي برشلونه في هذاك الوقت مع المرتزقه ديالو. هذه من نعم جهه، من جهه ثانيه كاين دليل مبرر اخر او حجه اخرى اللي كتبت على اساس السيد هذا بعد الاستنطاق ديالو يجب القاء به في السجن الاحتياطي. علاش؟ لانه دخل بجواز سفر مزور، واذا جاء بجواز مسفر جواز سفر مزور يعني انه يحاول ان التهرب من العداله. اذا نعم هذه المؤشرات هذه كلها ما كتبقاش بديل امام القاضي، وهذا حسب مفهوم المتواضع ما يبقالوش بديل، فقط يدخل هنا استاذ، للسجن. اسمح لي واحد النقطة يعني بغيت نشير ليها. بما انه دخل يعني بجواز سفر مزور، هنا وقيل كنبرئوا يعني الحكومة الإسبانية يعني من الدخول للتراب الإسباني، لأن ما هنا دخل يعني بجواز سفر استاذ مزور، هما ما عارفينش لأنه هو ممنوع يدخل التراب الإسباني، ولا حسب المفهوم ديال حقيقة المتواضع يعني. أنا اللي كنشوف هنا، هناك جرائم أخرى ارتكبت، نعم جريمة التستر مثلا طبقا للمادة 451 من القانون الجنائي، وكذلك قضية زوير طبقا للمادة 390-393 من القانون الجنائي الإسباني. وهذه الجرائم هذه هل الجرائم هذه جرائم، نعم تضاف للجرائم الأخرى كالإبادة والقتل والاختطاف والاغتصاب والضرب والجرح إلى غير ذلك، والتعذيب، وكذلك قضية الإرهاب، وبما أنهم مجموعة لها رئيس ولها مسير كذلك كمنظمة إجرامية. وهذه هي الكارثة الأخيرة التي ستنهي وستجعل العصابة بوليزاريو نعم. في 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 ومن في في بين في الضحايا ديال هاد الناس استاذ، كاينه واحد الضحيه اللي هي خديجه محمود، واللي عملت فيديوهات ومقدمه شكايه وعاودت جدت الشكايه. هنا الصراحه كطرح علامات استفهام، يعني بما ان السيده مقدمه به شكايه وهي حاصله على جواز سفر اسباني ومقيمه هنا باسبانيا، وهنا ما عرفتش انا القاتل. اسكي المساله اخطر من هذا استاذ، اخطر من هذا، لان هنا في 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 كناريات كاينه جمعيات ديال نقولوا ضحايا الارهاب وضحايا نعم الارهاب. هذا الارهاب من هو صاحب، من ارتكب هذا الارهاب؟ هم البوليزارو، لانهم قتلوا 300 واحد. وهذه المساله هذه المجتمع المدني الاسباني وقيل تغاضى،
نحن نعرف أن هناك جمعيات ضحايا الإرهاب ديال بايباسك ديال إيطا إلى غير ذلك، وفي كناريس هناك جمعية أخرى اللي هي ضحايا الإرهاب البوليزاريو اللي قتلوا لهم أكثر من 300 واحد ديال البحارة، والناس اللي مساكن كانوا كيتقداو كيجيبوا لقمة عيش من البحار من هذا الوليدات. وما نساوش هذه غير اللي ظهر الوجود حسب المعلومات، غير دابا إلا حسبنا هناك أربعة قضايا متابعة، أربعة قضايا هي في المحكمة الوطنية قديمة، قضية خديجته، قضية الجمعية الصحراوية الدفاع لحق الإنسان، وقضية فاضل، وقضية ديال الجمعية الكناريات. يعني نعم هنا والباقي ربما الله أعلم. ومن هنا وفي هذه اللحظة هذه كن على يقين أن الضحايا ستكثر بكثير، لأن المسؤول الريسبونسابل اللي هو كاين واللي ارتكب هذه الجرائم في حق الإنسانية وفي حق عدد ديال العائلات والضحايا أكثر، ربما سيتهافتون لتقديم الشكاوى أو الشكايات أمام المحكمة الوطنية، والمحكمة الوطنية ما يبقالهاش بديل إلا باش تنصفهم، وحنا كننتقوا في القانون الإسباني الإدارة والقضاء الإسباني كما هو معروف، يعني قضاء نزيه تماما كان جريئا في عدة قضايا جد حساسة، كمتابعة الملك السابق والحكم على ابنته وصهره وعلى وزراء ورؤساء ولاة جهات إلى غير ذلك. دونك هنا هذه المسألة سوف تكون قضية ساخنة في حقيقة. نعم، داك الشيء اللي نتمناه استاذ. يعني الاستضافه ديالكم استاذ، هو يعني من هضرنا على هذا الخبر، خرجوا بزاف ديال المشككين كيشكوا في هذا صحه هذا الخبر، وحنا يعني ما نبغيوش هذا الشيء هذا، ولهذا يعني يعني بجميع الطرق يعني كنقلبوا باش التاكيد، يعني كنقلبوا الوسيله باش ناكدوا هذا الخبر. تواصلنا معكم استاذ في الصباح، وبما انه كما قلت اليوم نهار فيستيفو، يعني نهار فيشطه هنا في مدريد، ما تمكنتوش انكم تتاكدوا 100% في الخبر، ولكن يعني كتثقوا كذلك 100% في المصدر اللي نشر هذا الخبر يا استاذ. أنا حقيقة جد واثق نعم بمصدري، المصدر اللي توصلت به، والمصدر اللي جاية منه المعلومة هو مصدر بالنسبة لي إنسان موثوق فيه ولو لدي فيه ثقة، إنسان يحترم بمعنى الكلمة بعيدا العمل نعم الصحفي ولا يتجرأ بتسريب الأخبار المزيفة، لأن هذا كن على يقين سوف لا ي... سوف لا لا يكون في نعم ما وغدا غاديش ان شاء يزيد الله، في غدا ان شاء الكوريكولوم الله ديالو استاذ، نقولوا يعني نو. كنستناو منك الوثيقه اللي غادي تزيد تاكد هذا الخبر، يعني 1000000%، ان شاء الله. واما بالنسبه للناس اللي تشكوا، هذا من حقهم، لهم الحريه التشكيك وغير التشكيك نعم، الى غير ذلك، بحال الانسان ذلك ارتكب نحن ما خيانه الى علينا هو الا خبر، يعني مرة نصيب ومرة نخطئ، عادي هذا الشيء هذا. عادي 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 هذه المسائل، عادي عادي، احنا لسنا ماشي كيتواصل معنا رئيس الوزراء او القضاء يعني بنفسه كيتواصل لا معنا كامل، نو خبر كنشاركوه كنقلوه من مصادر، المصادر كتكون موثوقة، وحتى ديك المصادر يعني بامكانهم يخطئوا صافي، يعني ماشي. ولهذا المهم احنا كنديروا المجهودات ديالنا يعني غير كنقلبوا باش على نقول الناس. لي نعاودها ونأكدها، أن في حالة إلى تم المتون ديال السي غالي، أنا نعم على يقين وأظن أن ليس هناك قاضيا نعم غادي سيأخذ نعم قرارا دون رميه في السجن الاحتياطي. نعم ليش؟ كما قلت لك عن أكدها، الهروب هي الأساس، الهروب من العدالة نعم طبقا للمادة 503. اش كيعني هذا؟ مثبوت في حقه، تثبت حقه باش انه هرب في 2016، هرب من القضاء، ثانيا جاء بجواز مزور مزور وهذا هدف منه انه باش يهرب ويتستر على القضية. اوترا يا مالا ساكيدا بلوكيا يقدم مي 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 وزيادة على ذلك أن الجرائم المنسوبة إليه هي جرائم خطيرة 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 جدا، نعم ما يثبت كذلك أن السيدي لم يتخرج من إسبانيا ما عمره يرجع، وهنا نعم القرار كن على يقين أن السجن
لا محالة سي غالي سيو 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 خاتمته ستكون نعم بين القضبان بالتأكيد، نعم، لتأدية ثمن ما قام به في حق عدد وذلك من كثير من أتمنى الضحايا أستاذ، والأبرياء. وللتذكير أستاذ، يعني أنتم كنتم السباقين لتقديم شكاية بهذا السيد هذا، ياك من سقطوا الخبر لأنه دخل التراب الإسباني. أستاذي اش غادي نقول لك، هذه ماشي مسألة سباق ولا هذا، هذه مسألة لا، ضمير. زعما أنتم ماشي سباق، يعني أنتم قلتوا للوالي يعني نهار الإسبان الخبر دخول أنا شخصيا كما قلت لك، حين توصلت بالرسالة بالخبر بأن السيد موجود وتوصلت به يوم الخميس الماضي، هذه مش خميس يعني نهار 21 وقيل، نهار 21 حين توصلت بالخبر، ما زدتش كتبت شي ورقة أخرى ولا شبرت شي ملف واحد آخر. أول حاجة اللي درت راسلت مباشرة الشرطة نهار القضائية أستاذ باش غادي يتم اسمح إلقاء لي، شوف القبض عليهم بمرافقة قرار المحكمة الوطنية. نهار نعم اللي توصلتي، نهار اللي توصلتي بالخبر، يعني من المصادر ديالك، إذا الخبر ما كانش يعني كاذب، كان الخبر صحيح. لا لا، الخبر كان موثوق كذلك، كان بحال الخبر ديال اليوم موثوق. كان الخبر كان موثوق، وما عليا الا درت وقيل من بعد 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا نعم ربع ساعه ولا نص ساعه ما عرف، من بعد هذا مباشره راسلت الشرطه القضائيه ديال المنطقه اللي هو فيها موجود حاليا باش نعم ياخذوا شو يقول الاجراءات ديالو. وهذه مساله استاذ ما هي الا تدخل في إطار الضمير المهني، نعم وكذلك واجب على كل مواطن كسائر المواطنين، لأن المادة 259 من القانون الجنائي ولا المسطرة الجنائية تؤكد ذلك، أن أي واحد كتجبر أي واحد حضر شي جريمة أو لا شاف شي مجرم أنا عليه هذا وذاك شهادات، ملزم التبليغ، ملزم عليه التبليغ، قمت بهذا العمل. وكذلك هناك اجتهادات قضائية ديال المحكمه العليا ديال التروبونال سوبريمو اللي كتاكد ذلك. انا مشيت في هذه المسطره هذه فقط. اذا واش عباد الله يمكن هناك حياد نعم امام جرائم مثل الاباده والقتل العمد والاختطافات والتعذيب والارهاب؟ لا، انا اظن اي حقوق في الدنيا أو في العالم أينما وجد سوف لا يبقى مكتوف الأيد، ما بالك شخصي. أنا أبدا، أنا شخصيا ما نقدرش نشوف الظلم قدامي ونبقى ساكت، كويست لك كويست، أدي عليه الثمن اللي كان. ولكن في هذه المسائل هذه ما يمكنش، ضحايا بالمئات اللي تم التعذيب ديالهم، ما نهضروش على الاسرى ديال الجنود المغاربه، ما كنهضروش على ديك الاسرى او ديك المحتجزين المختطفين اللي تم التعذيب ديالهم من داعش المعارضين لديك الجبهه الوهميه، ما نهضروش على هذا موجودينش بزاف دابا، غير قليل وعيم ساكن، هادو غير اللي هضروا اللي خرجنا اللي خرجوا دابا موجودين في الساحه، غير اللي هضروا. اما اللي بقوا ساكت عددهم لا يحصى، وبدون غض النظر كذلك ديال الجمعيات اللي كطالب ضحايا الارهاب ديال كناريات. نعم 300 واحد اللي توفات، اللي قتلوها ماشي توفات، قتلت. دونك شكون هاد الحقوقي او لهاد المجتمع المدني يبقى ساكت امام هاد الشيء هذا؟ وهذا هذا كان خص المحكمه الدوليه تدخل فيه، لان عندها صلاحيات في هذا الاطار هذا. المحكمه الجنائيه الدوليه طبقا للمواد ديالها، لان هاد الجرائم هذه داخله في الصلاحيه ديالها طبقا للماده 5 و6 و7 و8 داخله. غير المشكل انا كنظن لو كان الضحايا مشاو للمحكمة الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، كذلك ما كانش غيقدروا يتابعوا هذا، لأن المحكمة الوطنية الإسبانية فاتحة ملف في هذا المجال هذا، ودابا ربما إلا تسد الملف ديال هنايا ديال إسبانيا، يمكن الضحايا يمشيو للمحكمة الجنائية الدولية ويقدموا المسائل ديالها طبقا للمادة 17 منها. دونك هذه المسألة هذه كاملة خاصها تتخذ بعين الاعتبار. يعني الباب دابا إسبانيا أمام واحد مسؤولية كبيرة، هذا واضح، لأن حاليا موجودة في واحد المكان حقيقة لا يحسد عليه، لكون أن القضاء في واحد نعم الحالة اللي هي جد مرتبكة. ولكن أنا لي ثقة كاملة في القضاء الإسباني، لأنه قضاء نزيه وله استقلاليته، ولا يهمه ما يروج
في الخارج عليه تطبيق المسطرة واتباع وتطبيق القانون، وهذا ما يقبوه النزهاء القضاء ديال المحكمة ديال الوطنية. دونك هاد المسائل هذه، ولكن انا كنقول لك الا تسدت الملف هنا يقدر يتحل في المحكمة، يقدر يتحل في المحكمة الجنائية الدولية. نعم، إذا شكرا أستاذ على هذه التوضيحات، وتحية للزميل سفيان المرزوقي والصديق والإعلامي يوسف تمسماني اللي احتوما يعني نشروا هذا الخبر واهتموا بهذا الموضوع هذا. شكرا للمشاهدين ديالنا، شكرا أستاذ هلال مرة أخرى، وغدا إن شاء الله يعني نستناو التأكيد مليون في المية إن شاء الله. نتمنى الله خير، غدا نقدروا. المهم الخلاصه استاذ، وهو ان هذا السيد هذا استا سيتابو هذه كلارار ديال 5 دي مايو على 10 ميديا، وكيبقى واش غادي يحضر او لا ما غاديش يحضر، واش غادي يمتثل امام القضاء الاسباني ولا لا. كما قال الاستاذ المحامي، هذا السيد عنده مبررات، عنده محامي ما ربما المهم الخبر هو استا سيتابو، يعني كاين الاستدعاء، كيبقى واش هو غادي يحضر، وكاين المبرر اللي هو مبرر كافي كنظن ديال المبرر كافي ديال كيستاين لاوسي، يعني في هذا راه مبرر وكاين المحامي ديالو. المهم هذا الفيديو يعني كان توضيح للمشاهدين ديالنا باللي فعلا كاين لا سيتاسيون، يعني كاين الاستدعاء من طرف المحكمة الإسبانية بمدريد. كيبقى واش غادي يحضر او لا ما غاديش يحضر. تهلاو لي فراسكم، صحة فطوركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.